temporomandibular disorders طيب بقول لك تي ام دي is often a combination of etiologies. combination يعني مجموعة etiologies. etiologies أسباب. هو أنت بقول لك أوقات temporomandibular system شنو system يعني نظام. هيدا بيتكون من شو هذا النظام temporomandibular system؟ طيب التي ام دي هلا هو temporomandibular disorder قلنا في temporomandibular system من اسمه temporal mandibular معناتها بده يكون في جزء منه temporal bone جزء منه المانديبل اي بارت من temporal bone خصوصا الجلينويد فصل اي الجلينويد فصل وين بيقعد الكوندايل هيدي الجلينويد فصل رح شيل هول الارتريز والفينز والنيرفز هيدا شو اللي هي الانف نوتس طيب فايزا انا عندي كوندايل هو اكيد بارت من الماندبل هيدا الكوندايل وهيدي هون اللي جينا تفصل مطرح ما قاعد الكوندايل سيتنج هيدي اسمها اللي عم مر عليها الماوس هيدي اللي هون اسمها جلينويد فصل اوكي طيب فايزا عليكم السلام فايزا في عنا جلينويد فصة وعنا ماندبل وشو بعد في عنا أهم شيء شو اللي بيحرك البونز البونز بيتحرك لحالهم ديسك ما هو مش غير الديسك شو أهم من الديسك لا غير الليجامنت المسلز هيدا شو اسمه هيدا المسل اللي هون ماسيتر هيدا شو اسمه تمبوراليس في وحدة هيك جوا حد الماسيتر شايفين عليه ليكو أيها اللي هون شو اسمه هيدا ميديال تريجويد اوكي في عنا هيدا هوت اثنين اللي هون شو هن هول في وحده فايته بالديسك وحده فايته بالكوندايل هوت اثنين اللي هون شايفين هيدي وهيدي سوبيريور هاد وانفيريور هاد بتعمل لاترال تريجويد هو لاترال تريجويد اوكي طيب هلا عندنا ميديال تريجويد لاترال تريجويد تمبوراليس والميديال تريجويد اللي هي هيدي هول شو بنسميهم كلهم هون عندهم اسم هول الاربع مسلز Muscles of mastication. طيب هول في ثلاثة منهم بيعملوا ديبرس للماندبل بيفتحوا الماندبل اوكي في وفي او بلا بقى غلطت في ثلاثة منهم بيعملوا اليفيت للماندبل في واحدة بتعمل ديبرس يعني ديبرس ليك يعني ديبرس ديبرس بيخفض ديبرس او اوبن هيدا اسمه ديبرس شو يعني ديبرس عم ينزل طيب يعني ديبرس هون بمعنى اوبن بيفتح اوكي طيب اللي بيعمل ديبرس من هول المسلز اوف ماستيكيشن وحده شوي شو اسمه لا كلا ها هو اثنين اللي هون شايفينهم لاترال تريجويد وفي مسلز تحت على الماندبل المايلوهايويد دايجاستريك ها اللي هون اللي شايفينه هيدا المسل اسمه مايلوهايويد مايلو يعني مولر اذا بتشوفه عامله اتاتشمنت من حد اللور مولر مايلو هايويد هيدي الهايويد بون اوكي هيدي هون اذا بتشوفوا الهايويد هيدي الهايويد عامله اتاتشمنت هون بالهايويد ومايله على المولر اسمها مايلو هايويد اوكي هي بتجي على هيدي هون الانتيرير بالي اوف دايجاستريك بسموها اوكي وفي الجينيو هايويد مش مبين هون اوكي مايلي هون اللي بيعملوا ديبرس للماندبل اوكي اللاترال كاريجويدز هول الانتيرير بالي اوف دايجاستريك هوت نان المايلو هايويد والجينيو هايويد طيب مين بيعمل كلوز للماندبل وما تنسوا بعد شو اللي بيساعد على الديبرس اوف ذا ماندبل انه يفتح شو هو جي اس بي جرافيتي اوكي طيب مين بيسكر؟ ثلاثة الباقيين تمبوراليس ماسيتر والميديال تريجويد تمبوراليس الماسيتر والميديال تريجويد طيب فإذا في عندي ركزوا معي في عندي صار شو؟ من المسلز اوف ماستيكيشن مين بيعمل ديبرس او اوبن للماندبل؟ لاترال تريجويد يلي هي ها تذكرون هاي حيجي سوالف عنهم هيدا شو اسمه هيدا لاترال تريجويد شايفينه هون
بسموه الانفيريور هيد. اوكي طيب، فاذا هول مسؤولين مالي عن شو؟ عن الاوبننج اوف ذا ماندبل، واكيد والمسلز اللي تحت، جينيو هايويد، المايلو هايويد والدايجاستريك. اللي بيسكر الماندبل مين؟ تمبوراليس، هيدي الكبير اللي هون، المسيتر والميديا اللي جوا. اوكي طيب، فاذا تمبرومانديبلر ديس اوردر، بونز، رينويد فوسا، ماندبل والمسلز، ليجامنتس اكيد اللي حولهم، واكيد هيدا هون شو هو؟ ديسك، واكيد النيرفز، الارتريز والفينز، لان هول بلاهم، والليمفاتيك سيستم بلاهم، اكيد ما حيكون في بروبر فانكشن. طيب هلا، فاذا صار في عندنا فريقين، فريق بيفتح الماندبل وفريق بيسكر الماندبل. طيب بالمنطقي هلا قبل ما نفوت بالمحاضره، اذا في عندي فريقين عم يلعبوا هيدا، بتعرفوا شد الحبل، فريق بيوقف بشد حبل هون وفريق بيوقف بشد حبل على الميل الثاني، اذا كانوا متكافئين القوى اثنيناتهم على الميلتين رح يضلوا محلهم، ما حدا حيقرب على الثاني. إذا في حالة من الأحوال، ركزوا معي، عملوا contraction بيناتهم اللي هو الفريقين، الماندبل شو حيعمل؟ رح يثبت محله، مظبوط؟ عندي فريقين ضد بعضهم متكافئي القوى، إذا أنا مثلا هيدا المنبر بحط فورس عليه لحركه، إذا بحط فورس من الميل الثاني من هون لحسبته، مظبوط؟ طيب، فإذا هلا حنجينا بعد شوي، إذا اشتغلوا بيناتهم مع بعضهم شو حيعملوا؟ رح يوقفوا الماندبل. بدكم مثال اهين؟ اذا انت بتلعب شوية حديد وبتشد عضلاتك هيك، اوكي؟ في عضلتين عم يشتغلوا، العضلة اللي هون شو اسمها الشباب هون؟ البايسبس. والعضلة اللي من تحت شو اسمها؟ الترايسبس. انت لما بتشد هيك ايدتينك، البايسب شدة والترايسب شدة، حركة ايدك حتكون صعبة، يعني انت شدد ايدك ما فيك تعمل هيك بالهين، اوكي؟ تقربها لقدام، بينما اذا انت واحدة منهم تتحرك، مثلا هلا لما انا فردت ايدي لقدام اشتغل مين؟ الترايسبس. اذا انا قربت ايدي لهون بهالشكل هيدا اشتغل معي البايسبس، اوكي؟ يعني اشتغل مع عضلة واحدة، لما بيشتغلوا اثنيناتهم الى حد ما ايدك ثابتة، اوكي؟ هيدا لما بيشتغلوا تو اوبوزيت بسمون تو انتاغونيستيك ماسلز، ماسل ضد ماسل، هول بسمون كو كونتراكشن، هلا بتقروها بالمحاضرة. فاذا الكو كونتراكشن شو هدفه؟ يثبت الماندبل محله، اوكي؟ في شيء صعب لهلا؟ عظيم يا رب. نرجع على المحاضرة، عملنا هيك جولة على المسلز، ذكرتوا المسلز اوف ماستيكيشن، ان هول لا 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 الحين حكى عنهم هون، بيقول لك تي ام دي از اوفن ا كومبينيشن اوف ايتيولوجيز، بيقول لك انه ما في سبب واحد للتمبرومانديبلر ديس اوردر. في عندك تمبرومانديبلر سيستم، يمكن يكون الخلل بالبون، يمكن يكون الخلل بالنيرفز، يمكن يكون الخلل بالمسلز. يمكن يكون خلل بالتنقل بالارتريز بالفينز، ألف سبب وسبب. بيقول لك إذا كومبينيشن أوف إيديولوجيز راذر ذان أ سنجل أناتوميكال أور فانكشنال ديسهارموني، يعني مش شيء واحد ممكن يحدد لي التي أم دي، هلا أوقات ممكن يكون في سبب واحد، بس غالبا بتكون في عدة عوامل مشتركة، أوكي؟ بيقول لك كومبينيشن أوف إيديولوجيز أوفن كومبليكيت سكسسفول تريتمنت، ليش؟ لما يكون في عندك سبب من المصل وسبب من البون وسبب تنقل من النيرفز، كل هو فيتو العوامل مع بعضها، انت لحتى تقدر تشخص بالضبط اي عامل منهم هو السبب الرئيسي للبين بصير اصعب. بعكس اذا كان في عندك مثلا شيء بس عنده ايتيولوجي وحده، لما تكون في عندك كومبينيشن اوف ايتيولوجيز بدك تكتشف كل هول الايتيولوجيز حتى تعرف تشخص. بيقول لك كومبينيشن اوف ايتيولوجيز اوفن كومبليكيت سكسسفول تريتمنت، بصعب ياخذ تريتمنت سكسسفول اند كان فرستريت ذا كلينيشن اند بيشنت، وهذا ممكن يخلي الحكيم والمريض غاضب. ليش؟ لان مش عارف شو هو السبب. كثير خصوصا مثلا بالتي ام دي اوقات الاسباب جدا مجهوله. اوقات بيعمل واحد تقديرات بس ما عنده شيء 100% انديكيشن بيقول لك هيدا السبب هيك، يعني بيقول لك ليش عم بجرب بالمريض لان ما عنده شيء 100% مثبت. في بعض العوامل بتساعده بس الى حد ما فيها جزء كبير من الابهام. مثلا انت مثلا تبت لك اذا شفت انت مثلا كاريس على مولا شو بتعمل؟ بتشيل الكاريس وبتحط تنج اسمه كومبوزيت مثلا اذا كان الكاريس شاله اكيد. بالتي ام دي مش هيك، مش انه امور كثير واضحه. في عده عوامل مشتركه بتضطر اوقات تعمل تريتمنت، تجرب تريتمنت ما نجح بتجرب غيره، اوكي؟ لحتى تشوف شو هو السبب. طيب
بيقول لك هلا هون there is no strong evidence to suggest that TMDs are either associated with mal occlusions or cure malodontic. هذا حكينا عنه هذيك البلاكتر الاوكلوجن. بيقول لك انه ما في دليل قوي بيقول لك انه temporomandibular disorder بيترافق مع المال occlusions. ممكن اشخاص عندهم class 2 mal occlusions ما عندهم TMD, واشخاص عندهم perfect class 1 occlusion, عندهم احلى عضه بالعالم بالسنان بس عندهم TMD problems. هلا السنان هن جزء من هول الايتيولوجيز, اوكي, مش شيء لحاله. السنان بفوت معه العضه الاوكلوجن بتفوت بهالعوامل, اوكي, يعني التيف كمان بالاضافه للبون وهو بفوتوا بهالعوامل. فهن التيف جزء من 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 عده اشياء, اوكي, مش شيء لحاله. بقول لك there is no strong evidence suggests that TMDs are either associated with mal occlusions or cure malodontic therapy. يعني انا اذا كان واحد عنده TMD واشتغلت له اورثو عملت له احلى عضه, مش ضروري يتصلح ال TMD. اللي اذا كان في عنده TMD pain وحطيته perfect occlusion, هيدا مش ضروري يصلح ال TMD الموجود عنه. يعني مثلا في اوقات كنت قبل يعملوها, كان قبل كتير يحكوا عنها, يعتبروا انه هو الكل. اذا انت بتظبط الاوكلوجن خلاص 100% خلصت الدي ام دي. لا, ممكن اشخاص يعني يكون بعض الاورثو مثلا اجى قبل عنده تي ام دي بين, شاف الدكتور انه عنده مال اوكلوجن اسنانه مش مظبوطين, قال له هات احط لك اورثو ظبط لك اسنانك, وبعد ما تخلص اورثو رح ترجع من دون تي ام دي بين. هيدا اكيد تريتمنت رح يفشل, يعني ما, لان اذا 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 البيشنت هدفه يظبط المال اوكلوجن الاورثو بيحسن له اياه, بس اذا هدفه يصلح تي ام دي بالاورثو لا, اوكي. في عده عوامل للتي ام دي. سنين احلى بيقول لك most TMDs fall into one of two broad categories. يعني لحتى شخص TMD مع انه هو temporomandibular disorder بيقول لك بيوقفوا لتو broad categories. في فسروا لشغلتين, muscle pain يعني بمين, بالماسيتر, temporalis, medial pterygoids, lateral pterygoids, او الاخطر شو هو هون بالarticular joint اللي هون في مشاكل, مش بالجوينت. هذا شايفين, هذا انا قلت لكم temporomandibular system. مين شو بيتكون؟ muscles, bones, nerves, اوكي. بيقول لك نقدر نفصل المشاكل لتو broad categories. مشاكل بالmuscles مثلا بالmasseter, بالtemporalis, باللاترال pterygoids, ومشاكل في جزء تاني بالجوينت, اوكي. بيقول لك most two categories, two broad categories, muscle pain or myogenic. myo يعني muscle, جينيك مولد, بقول جينيريتر مولد, يعني سبب المشكله من المسلز, which is the most common. هيدي اكثر كومون, وهيدي فيك تعالجها اسهل من مين, من الانترا كابسول او الارثروجينيك, اوكي. فاذا الانترا كابسول قصده داخل الجوينت, هون في عندنا هون الارتيكولر كبسول من برا بتغطي الجوينت, فبسموه انترا كابسولر, اوكي, او ارثروجينيك. ارثرو يعني جوينت, هيدي كلمه ارثرو يعني جوينت, يعني هيدا جوينت جنريتر, يعني طالع من الجوينتس بسبب الجوينت. طيب بيقول لك despite the involvement of various factors, certain etiologic factors such as the, هلا احكي عنهم. بيقول لك انه رغم انه في عده عوامل, في اربعه, هو الاربعه اللي هون رح نحكي عنهم, هول بالابحاث كثير بحثوا فيهم, have gained a significant research support, يعني اوكي. هلا حكي عن هول الاربع conditions, occlusal condition, emotional stress, trauma, or perfunctional activity. يعني عم بقول رغم انه ال TMD عنده عده عوامل, في اربع عوامل جدا مهمه رح يحكي عنهم بالمحاضره هلا. طيب بقول لك occlusal condition, بقول لك there appears, اول وحده الحاله من تمالنا ان الاوكلوجن جزء من الايتيولوجيز, مش شيء لحاله. بقول لك there appears to be two ways the occlusal relationship of the teeth may be associated with the TMD symptoms. يعني في عندك طريقتين لحتى يشاركوا السنان او الاوكلوزال كونديشن بالTMD symptoms. شو اول وحده منهم؟ The first is related to an acute change in occlusal condition. مثلا اعطيك مثل هون, اجى عندك مريض عنده كاريز, شلت الكاريز بدك تحط شو؟ كومبوزيت. كومبوزيت ما عملته اني بروبر اوكلوجن, عملته هاي,
بريئتك. شو بعد رح يصير؟ انت لما حط اصبعك وقطع دمك ورا المسلز، شو بصير فيهم هول المسلز؟ كونتراكت. كثرة الكونتراكشن شو ممكن تعمل؟ بين فتيك بيتعب العضلات، بصير كل ما بده يعض المسلز شو عاملين؟ شادين، لان كل الفورس عم ينزل على مين؟ على سن واحد. هلا اكيد مع الوقت هذا السن شو بيعمل؟ بينزل بيطلع بيعمل انتروجن، بتشرب بتظبط العضله. مش انه هن شوي هون مضخمينها، بس عاده اذا انت مثلا كل الفورس نزل على سن واحد، بعد فتره هذا السن رح يعمل انتروجن، رح يطلع بالسوكت يعني. بس انه بيكون خلال هالفتره شو عمل للمريض؟ مسل بين وفاتيك. اوكي، بصير في عندك مسل بين وفاتيك، فاتيك تعب لان المسل عم تضلها تشتغل. بلاك سيتويشن وير وان اكران اور فيلينج سبيس، هذا المثل، اند ات از ليفت ليتل هاي، بتعملها شوي مرتفعه. بقول لك افتر وير ذا بيشنت ريبورتس باك تو ذا كلينك، بيرجع المريض على العياده كومبلينج اوف ديسكومفورت، مش بس بالسن، بالمسلز. بقول لك فريكوينتلي ذس ديسكومفورت از نوت اونلي اراوند ذا سور توث، انه غالبا ما حتكون هذه المشكله حول هذا السن السور او الموجوع. But there is also muscle tightness. بحس المسلز شو تايت؟ شنو تايت؟ تعرفوا كيف يعني؟ إذا بدك تشد إيدك هيك، هلا حكينا المثل اللي هون البايسبس والترايسبس، بتحس إيدك ما فيك تحركها بشكل مظبوط، أوكي؟ بزيادة الوقت رح يصير هيدي المسلز المسيتر مشدودين، رح يبطل يقدر يحرك الماندبل لقدام لورا، إلى حد ما بصير الرينج أوف موفمنت أوف ذا ماندبل بالحكي وبالأكل رح يكون متقلص، هيدا معناتها التايتنس، أوكي؟ المصل متشنجة، فالماندبل ما بيقدر يتحرك يقربه لقدام يرجعه لورا ياخذه على الجوانب مثل ما كان يعمله قبل، اوكي؟ هذا معنى مصل تايتنس. اند بين، اوقات ممكن يكون في بين بيكوز هلا شو قلنا عنه؟ بيكوز ذا مصل شو؟ بروتكتيفلي كو كونتراكت. شو حكيت انا قبل شوي؟ قلت لكم في فريقان، فريق بيفتح الماندبل فريق بيسكره، وقلنا لكم لما هو الفريقان بيشتغلوا مع بعضهم شو بيعمل الماندبل؟ بيثبتوا محله. طيب شو السبب حتى عم بيثبت الماندبل محله؟ شو قالكم ليه ثبتوا ثبت الماندبل محله؟ ليش؟ حيثبت الماندبل ليش؟ طيب ليش ما بيخلي مثلا يعني انه هيدا اكيد شيء انفولنتري بيصير، يعني شو اسمه؟ لا اراده الكونتراكشن، مش المريض بيعمل. شو السبب؟ حدا بيعرف كرمال مين؟ كرمال هيدا اللي هون شايفينه، هيدا ديسك والتي ام جي، هيدا المصل اقوى. بيقول لك انا هون المصل كبير، هيدا هون شايفين قديش الديسك، بيقول لك اعملي تروما هون بالمصل، وما تعملي تروما وين؟ على الديسك. لحتى يحمي الديسك شو بيعمل؟ المصل بتتشنج، اوكي؟ بثبت الماندبل محله. اذا الماندبل ما تثبت محله رح يصير التروما وين؟ هون. يعني شوفوا هيدا، ما تنسوا انه هيدا شايفين بيتحرك، انا عم حرك، عم بعمل هنج اوبننج، عم يفتح. فإذا صار في هون فورس قوي على الجوينت، الجوينت رح يتخرب. لا، تاخذها بالمسلز اخف، اوكي؟ عرفنا ليش السبب شو هو؟ طيب، فإذا بقول لك muscle co-contraction refers to the simultaneous activation. شو simultaneous؟ متناسق سوا بذات الوقت. بقول لك muscle contraction refers to the simultaneous activation of muscles on the opposite side of the joint. شو قصده بالopposite side of the joints؟ يعني انا قلت لكم في فريقين، فريق بيفتح هو جوينت، لايكو كل جوينت، يعني جوينت مفصل ايدكم فيكم تربوها قدام هيك، فيكم تسكروها صح؟ الايد شو عندها هيدي هون؟ جوينت مفصل. تي ام جي ذات الشيء مفصل، في قرب جوينت لقدام، في لحد ما رجعه لورا، بقدر اخده على اليمين، بقدر اخده على الشمال، جوينت مفصل بيخلي لي حركات. الحركه المقابله للبروتروجن شو هي؟ شو بنسميها؟ ريتروجن. واذا بدي اروح على اللفت مقابله مين؟ رايت، هو جوينت، اوكي؟ الاوبوزيت سايد اوف ذا جوينت اصله اذا البروتروجن مين عكسها؟ ريتروجن، هو الاوبوزيت سايد اوف ذا جوينت، اوكي؟ اليمين مقابل الشمال. فعم بيقول لك المسلز هول بيعملوا كونتراكشن، هول الفريقين اللي حكينا عنهم. لا مثلا اللاترال تريجويد ضد مين؟ ضد الماسيتر التمبوراليس والميديا تريجويد. اكيد الاتر تريجويد مع رفقتها اللي تحت اللي هون، اوكي؟ هول الدايجاستريكس والجميع والمايلو هايويد.
هول اللي بيعملوا ديبرس للماندبل وبيعملوا اوبننج. اوكي فايزا بيقول لك مسل كور كونتراكت بده سيمالتينيوس اكتيفيشن اوف مسلز اون اوبوزيت سايد اوف ذا جوينت تو مينتين جوينت ستابيليتي. بيثبتوا الماندبل محله كرمال ما ينأذى مين جوينت تي ام جي. طيب بيقول لك هلا هيدا حكي لك عن اول وحده بالشو اسمه حكي لك عن قلنا نحن مش في عنا اثنين لاثنين حتى يغسلوا بالتي ام دي. هيدا اللي حكيناه قبل شوي كان اول وحده. الثانيه بيقول لك the second is related to loading of the masticatory structures and the absence of تي ام جي stability. طيب رح اقول لكم شو مين يتذكر معنا هذيك المحاضره محاضره الاوكلوجن اللي هون شو عملنا سنتريك ريليشن؟ شو قلنا عنا سنتريك ريليشن هيدا؟ بتذكروا شو قلنا عنا؟ علاقة العظم بالعظم. قلنا لما بيكون علاقة العظم بالعظم في شيء بنسميه سنتريك ريليشن اوكلوجن. شو اسمه سنتريك؟ بتذكروا شو هو؟ بيقول لك شو قال لك؟ بيقول لك اوكلوجن اوف ذا تيث وان ذا ماندبل از ان شو؟ سنتريك ريليشن. اوكي؟ ركزوا معي. فإذا هيداك المخاطرة تسمى سنتريك ريليشن اوكلوجن هو سنتريك ريليشن لما بيكون الماندبل وين؟ بالسنتريك ريليشن. طيب حتى بس هيك نشرح شوي بالمنطق فكروا معي شوي. نحن هذيك مره الماندبل هو شو كان معرف هون؟ اي قايل لكم اياه؟ طيب حكينا عنه معناتها اشرح. قلنا هذيك المره السنتريك ريليشن الكوندايل وين بيكون؟ السنتريك ريليشن الكوندايل وين بيكون؟ اسين؟ ايه اي بوزيشن؟ موست سوبيريور انتيريور موست بوستيريور سوبيريور وين بيقعد؟ خطا موست سوبيريور انتيريور. ليش؟ طلع معي هيك بالمنطق. هيدي شو اسمها شو اسمها هيدي المسل اللي هون؟ المسيتر. طيب هيدي المسيتر الاوريجن تاعها هون اذا كان شيء الاوريجن في 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 الاوريجن في شو الانسرشن. طيب الاوريجن تاعها هون هيدي انا مستند على الحيط. اذا انا مستند على الحيط وهيدي بدي اقربها الماوس في بس رجعها هيك في قربها لقدام يعني حركه ايدي مايلي لورا يعني هيدي شوفوا شوي المسيتر بما انه الاوريجن تاعها هون والانسرشن هون كيف تاخذ الماندبل عاده باي اتجاه؟ anterior superior. اوكي هيدي هون الاوريجن تاعها هيدي الانسرشن. اوكي هيدي بالاناتومي لما بيكون محل اوريجن ومحل انسرشن الانسرشن بيروح لعند الاوريجن. مين اعلى الاوريجن ولا الانسرشن؟ الاوريجن. فاذا هيدا البارت من الماندبل لما بده يروح anteriors وابورد. طيب معناتها اذا راح اخذ الماندبل anterior وابورد هيدي الكوندايل رح تروح وين بالنسبه للجلينويد فوسا؟ anterior superior. هيدي اسمها اللي هون الجلينويد فوسا هيدي الارتيكولار امينس اللي هون. فالكوندايل وين بده يقعد؟ بالانتيريور سوبيريور. وهيدا التمبوراليس شوف التمبوراليس شوي شايفين هيدي كلها التمبوراليس. التمبوراليس كيف بتاخذ الماندبل؟ هيدي هون الاوريجن تاع الانسرشن تاعها هون كيف بتاخذ الماندبل؟ ابوردز مظبوط. شايفين كل هيدي التمبوراليس فوق الماندبل عامله كونتاكت عليه كيف هتاخذ الماندبل لفوق. فاذا كل هولي وحتى مين بعد بيشتغل عنا الميديال تريجويد. شوفوا الميديال تريجويد من وين كمان الانسرشن تاع الميديال تريجويد. هيدي الميديال تريجويد جاي من هون لهون كمان كيف تاخذ الماندبل انتيريور سوبيريور. ومين بعد بياخده انتيريور لي شو اسمه هولي لاترال تريجويد. هو اصلا المسلز تاخذ الماندبل لشو؟ سوبيريور. وانت هيك مصممين يعني اوكي رب العالمين مصممهم هيك. فاذا السنتريك ريليشن بيكون الكوندايل وين؟ بالانتيريور سوبيريور بوزيشن. طيب نيجي لهون هلا عملنا شويه مراجعه. طيب انا قلت لكم هون سنتريك ريليشن اوكلوجن بيكون في عندي الاوكلوجن ات سنتريك ريليشن. يعني انا مثلا هيدا الكوندايل عندي ات سنتريك ريليشن الماندبل ات سنتريك اوكلوجن صار عندي شيء شو اسمه سنتريك ريليشن اوكلوجن.
لما بيكون عندي سنتريك اوكلوجن والسنتريك ريليشن اتس بروبر بوزيشن، اوكي، هيدا بسموه اورثوبيديك ستابيليتي. طيب الكوندايل بالبروبر بوزيشن اتس موست انتيرير سوبيرير بارت انفاكرينويد فوسا، والديسك بين الجرينويد فوسا والكوندايل، اوكي، بيقول لك انتر بوست بيناتهم، هيدا بروبر سنتريك ريليشن. بعيد الكوندايل بالانتيرير سوبيرير بوزيشن بين الجرينويد فوسا وبين الجرينويد فوسا والكوندايل مين في الديسك، اوكي، اذا كان عندي هالبوزيشن الكوريكت واثنين عندي اياهم بالسنتريك اوكلوجن، هيدا شو صار في عندي شيء اسمه اورثوبيديك ستابيليتي. يعني ستابيليتي شيء ثابت، اورثوبيديك يعني اورثوبيديك عظم. طيب اذا كان في عندي انا اثنين بالسنتريك اوكلوجن بس، عم بحكي حسب الديفينيشنز اللي عنده هو، بس الكوندايل ما كان قاعد بالموست سوبيريور انتيري بوزيشن، يعني تخيلوا معي هيدا الكوندايل، شوفوا مثلا الكوندايل وين، شفتوا مثلا، تخيلوا الكوندايل عندي قاعد ورا، شايفين الكوندايل كيف عم حركه؟ طيب اذا الكوندايل ما كان قاعد بالموست سوبيريور، قاعد هيك، هيدا بعد في عندي اورثوبيديك ستابيليتي، بطل صار في عندي شيء اسمه اورثوبيديك انستابيليتي. بقول لك هيدا الاورثوبيديك انستابيليتي شو ممكن يعني؟ ممكن يعني دي ام دي بروبلمز، اوكي، من عيد الخبريه. طيب من عيد الخبريه برياضي افاده والتكرار بعلم الشطار والشعب نايم. طيب وات ايفر، عندنا مثل ما قلنا سنتريك ريليشن، هلا وركزوا عليهم فهمون، الكوندايل بده يقعد ان ذا انتيرير سوبيرير بوزيشن بالجرينويد فوسا، مش بس هيك، مين بده يكون موجود هون بيناتهم؟ ديسك. شوف هيدي الديفينيشن شو قال لك اياها هون باللكتشر، بيقول لك سنترال بيرنج اريا، هذيك المره سميناها اوف ان كونتاكت وذ ارتيكولار سيكشن اوف ذا كوندايل، اوكي، فاذا في عندنا ديسك بيناتهم، مش انه ما في ديسك، لانه اوقات مش بيحكي بالديفينيشن انه ديسك مش موجود بيناتهم، لا خطا، لازم يكون في ديسك. طيب فاذا كان الكوندايل بالموست انتيريور سوبيريور بوزيشن بالداخل هذه الجلويد فصة واثنين ان جود اوكلوجن، انا عندي اورثوبيديك ستابيليتي. اذا عندي اثنين جود اوكلوجن بس الجوينت مش بجود اوكلوجن، صار في عندي اورثوبيديك انستابيليتي. نرجع للكتشر هون، بيقول لك فاذا اول وحده قلنا بعلاقه اثنين بالتي ام دي، يعني بكون في عندك هاي كونتاكت، اوكي، بكون في عندك هاي كونتاكت، هل حكيناها اول شيء هون، بكون في عندك شوي من الهاي كونتاكت، شو بصير في عندك كو كونتراكشن. الشغله الثانيه اللي حكيناها هلا اللي بتسبب تي ام دي سيمبتومز لها علاقه بالاوكلوجن، علاقه شو؟ الاورثوبيديك انستابيليتي. طيب بقول لك افري موبايل جوينت از ديزاين تو بي لودد، شو يعني لودد؟ تحميل. شوفوا شوي هذا المندبل ما بيفتح، التحميل وين عم بيصير؟ على الجوينت، اوكي، المانديبل ما بيقرب لقدام، تحميل وين عم بيصير؟ على الجوينت. فبيقول لك اي مفصل رب العالمين خلقه بالعالم بده يحمل، ايدك هيدي الجوينت بتحمل، بتعمل هيك وبتعمل هيك. بيقول لك هون every mobile joint is designed to be loaded، ينحط عليه شو؟ لود، تحميل. And this loading comes from the muscles that pull across the joint، وهيدا هيدا التحميل جاي عبر مين؟ عبر المسلز. اذا واحد شفت له الماسيترز وكل المسلز اوف ماستيكيشن بيقدر يحرك المانديبل بشكل مزبوط؟ المسلز هن اللي بيحركوا، بلا مسلز البون على الحل، يعني اذا واحد بتشيل له المسلز اكيد ما بيفتح المانديبل، كل المسلز. فعم بيقول لك هول اللي بيحركوا المانديبل والجوينتس هن المسلز. طيب وهيدا عم يقول لك اللودينج التحميل بيجي من المسلز. طيب بيقول لك ذيرفور افري جوينت هاز ا ماسكيولوسكيليتال ستيبل بوزيشن، بيقول لك لانه المسلز هن اللي بيحركوا الجوينت، ركزوا معي ما تضيعوا، هيدا الجوينت اللي هون بس المانديبل الكوندايل جزء منه، اوكي، فلانه الماسيتر مثلا عامل اتاتشمنت على الانجل هون رح يتحرك الانجل، رح يتحرك مين كمان؟ رح يتحرك الكوندايل، اوكي، ما تضيعوا يعني. هو عم يحكي بهيدي النية، بيقول لك ذيرفور
every joint كل joint عنده a musculoskeletal stable position. يعني انت مثلا عادة لما بنقول له للمريض يرخي، بنقول له للمريض اللي اجى لعندك رخي رخي خدودك، هيدا البوزيشن اللي حيكون بالرست، المسلز الى حد ما اقل شيء اكتيفيتد. اوكي طيب، هيدا لما بيكون المسلز اذا بدكم اقل شيء اكتيفيتد الى حد ما، اذا بيكونوا المسلز اقل شيء اكتيفيتد فيك يعتبره رست بوزيشن مرتاح فيه المريض. طيب بيقول لك هيدا الرست بوزيشن شو اللي بيخلي هيدا الرست بوزيشن يتكون؟ المسلز. ممكن مريض عن مريض الاكتيفيشن تاع المسل تختلف، لما تختلف الاكتيفيشن تاعي المسل قوه المسل مين اللي حيتغير البوزيشن تاع مين؟ الماندبل. واحد اذا عضلاته اقوى من تنقول عندنا تو توينز زيت الشيء، بس في واحد المسل تاعينه اقوى من شقيقه، طبيعه الحال البوزيشن تاع الماندبل شو؟ رح يختلف بسبب مين؟ بسبب المسلز. ف لانه المسلز بيحددوا لي جزء كبير منهم سنتريك، مش لحالهم اكيد، كمان الكوندايل والتيث والمسلز هن. لا التيث قلنا شلناهم سنتريك ريليشن. النيرف مثلا اذا واحد النيرف تاعه خربان مين صار خربان؟ المسلز. فكمان شغله نيرفز، شغله مسلز، شغله ارتريز، شغله فينز، وشغله شو كمان؟ افترضنا هيدي شايفين هيدا اللي هون ال posterior part of the fossa، افترضنا هيدي هون كلها معباية عضم، فمعناتها الماندبل ما حيقدر يرجع لورا. ففي عندي skeletal وفي عندي muscular وفي عندي nerves و arteries. بيقول لك ليه؟ لأنه المسلز كثير مهمين بتحديد ال position للماندبل. شو حيكون في عندي؟ شيء اسمه muscularly musculoskeletal stable position. يعني هيدا البوزيشن اللي بيرتاح فيه الماندبل بياخد انتو كونسيدريشنز الماندبل البونز والمسلز. طيب انت دي ام جي this is defined as the condyles، حكينا عن هول كوندايلز resting on the articular eminence. هيدا اللي هون هو الارتيكولار eminence، شايفينه وين هيدا الارتيكولار eminence؟ اكيد بيناتهم مين في الديسك؟ وإذا ديسك مثل ما قلت لكم correctly positioned between those articulating surfaces، أي هون articulating surfaces؟ هذه الجلينويد فوسا والكوندايل. طيب عم بقول لك هون حكيته أنا orthopedic stability in the masticatory system is present when the teeth are in their stable biting position. لما يكون orthopedic stability قلنا اثنين بالاوكلوجن تاعهم proper at the same time شو the joints are in the stable position. اوكي بيقول لك when this is present، لما هذا بيكون موجود اثنين بالكوركت والجوينت بالكوركت، joints and teeth can be loaded without injury or consequence. لما بيكون هذا الشيء موجود بتقدر تعمل لودينج، بيقدر الكوندايل اللي هون هذا يفتح ويسكر يروح شمال يمين من دون مشاكل. اوكي طيب نرجع بلا كوافر. When the stable joint position is not in harmony، لما بيكون في عندك ال joint position ال condyle position منه in harmony with the stable occlusal position، شو ممكن يصير؟ The condition is considered orthopedically unstable، مش هتكون stable. بقول لك hence continued loading of the teeth by activities such as heavy biting. يعني ساعات أنا إذا بعمل loading تحميل مثل شو مثلا؟ مثل heavy biting، عم باكل بقوة، chewing عالق عادة، bruxism بالليل، شو بيعمل؟ can result in changes in the joint structures، بيعمل مشاكل بأعضاء الجوينت. بيقول لك مثل fibrous connective tissue breakdown. يعني مثلا افترضنا هيدي ممكن هيدي مع الوقت شو يصير بالديسك؟ يتاكل. شو بصير في عندي؟ bone to bone contact، والbone to bone contact شو بيعمل؟ pain، وجع. اوكي صحيح occlusion stable with joints، بدك تكون في عندي orthopedic stable. صحيح
بيقول لك ممكن يصير في عندك فايبروس كونكتيف تيشو بريك داون، بوني ديجنريشن، ممكن مع الوقت البون الكوندايل هو كمان يعملوا ديجنريشن نتيجه البون تو بون كونتاكت. كليكينج شو الكليك؟ فنعمل كليك. طيب هلا خلينا نحكي عنه الكليك لان جاي يمكن شويه حكي عنه، رح افرجيكم فيديوز عليه تفهموا الكليك. طيب هيدا هون عم بيقول لك شو الدي ام جي ديس اوردرز. هيدا سؤال قبل ما نشوف الفيديو. اول تقريبا 20 ملي، لما انا بفتح 20 ملي الماندبل شو بيعمل؟ بيقول لك على الكوندايل روتيشن ولا ترانسليشن؟ ركز معي. لا هيدا انت عارفه. اول تقريبا 20 ملي شو في هذا الكوندايل اللي هون بيفتح، بس فينا هيدا كوندايل. لما افتح فوق ال 20 ملي، لما تكون المسافه بين الانسايزرز بالانسايزر اتش تي الابر والانسايزر اتش اوف ذا لور 20 ملي، انا فاكر الى حد ما هيدا الكوندايل شو عم يعمل؟ هنج موفمنت. هيدا اسمه روتيشن، هنج موفمنت بسموها. بيفتح في فين كيف؟ طيب فوق لما بيفتح هون فوق ال 10 ملي، شوفوا قديش هون فوق ال 10، فوق ال 20 ملي تقريبا على 20 ملي، شو ببلش يعمل الماندبل؟ ترانسليشن. اوكي طيب، فاذا في عندنا تو موفمنتس بيصيروا هنج موفمنت او روتيشن موفمنت اول 20 ملي تقريبا، من بعدين بيصير كله شو؟ ترانسليشن. طيب هون شو عم يعمل هيدي الموفمنت؟ شو هي هون؟ لحظة لهلا بعد روتيشن، هلا شايفين هلا عم يسقط هون على الايفيدنس. شو اسمه هيدا اللي هون الزغطة؟ ترانسليشن. شايفينها؟ اوكي اكيد هلا هون مش حاط الديسك، بعد شوي رح احط الديسك ورح نحكي المشاكل اللي بتصير. عادة دائما بيكون في ديسك بين مين؟ بين الكوندايل والجرين هود فصل، هيدا الديسك اللي هون. طيب هلا طيب ركزوا معي شوي، هو عم يعمل ترانسليشن الكوندايل، الديسك لازم تلحق الكوندايل، مزبوط هالحكي؟ شوفوا هلا هون شوي، يعني الحاله السريعه هيدي الديسك اللي هون، شو لازم تعمل هيدي الديسك؟ شايفينها هون ماشي مع الكوندايل، هيدا 100% نورمال سليم. بحال كانت الديسك قدام شوية وما هلا حنشوفها وما مشت مع الكوندايل، اتذكر الفيديو شو حطيت بالفيديو هون، بس هون عم بيقول لك انه الموفمنت وعم بيقول لك انه المسلز بيحركوا. طيب عم بيقول لك هون اذا صار في عندك انفلاميشن بالمسلز او بالليجمنتس بصير تي ام جي، ما علينا هلا هذا. اوكي طيب لحظة هلا شو صار؟ شايفين الكوندايل بعده مع مين؟ الديسك معه. هلا شو صار هون؟ شو صار هيدا؟ كليك. هيدي الطاقة سببها هيدي الكوندايل والديسك بطلوا مع بعضهم، عمل طاقة. هيدي ديورينج اوبننج، بعد في ممكن طاقة تصير ايمتن؟ ديورينج كلوجر. اوقات في طاقتين، طاقة ديورينج، في اشخاص عندهم بس طاقة واحدة ديورينج اوبننج، في اشخاص عندهم طاقتين ديورينج اوبننج وديورينج كلوزنج. هلا رح اشوف فيديوز عليها. فاذا هون لما الكوندايل والديسك يبطل يمشوا مع بعضهم رح يصير في شيء عندي شو اسمه كليك، طاقة اللي بتسمعوه. اوكي طيب اوقات يلي تقلكم شو صار هون؟ هون بيقول لك ببعض ال بتسمع بيقول لك بيقول لك رمز اذا هي داخلة عندكم بالليكشر، سامعين المصطلح ريدكشن وذ ريدكشن؟ بيقول لك الانتيريور، سامعين هذا الشيء المصطلح؟ بيقول لك انتيريور ديسبيسمنت وذ ريدكشن، بيقول لك انتيريور ديسبيسمنت وذاوت ريدكشن، سامعين بهالمصطلح شيء؟ طيب هيدي الكوندايل اوقات ديورينج كلوجر وقت اللي بسكر المريض وين بيكون البوزيشن تاعها؟ انتيريور ريبليسد، اسمها انتيريور ديسبيسمنت. وين راحت الديسك؟ انتيريور. طيب بيجي بده يفتح المريض ما بيقدر يفتح، شوفوا لما بتكون هيدي الديسك
بتنجح. شو اللي تأثر؟ الاوبننج اوف ذا ماندبل ما عاد في يفتح، في يفتح قبل ما سكاي 55 ملي، صار في يفتح قديش 30 ملي. ليش؟ مين واقف بالطريق؟ ديسك. هيدا اسمه anterior disc displacement without reduction، يعني reduction مش انه تقليل، reduction مش تقليل هون، بمعنى to bring back، من كلمه يونانيه اسمها ريدوسير. شو يعني ريدوسير؟ to bring back. هيدا لما هيدا بيضلوا قاعد محله اخونا اللي هون الديسك وما بيرجع محله اسمه without reduction. هلا رح افرجي صوره with reduction، جاي فيديوز اوكي تتوضح اكثر ان شاء الله. هيدا اكيد مثل قلنا بيعمل بوب لما. طيب شو حاطط هون؟ ديسك ديسبليسمنت. نورمالي الديسك وين المفروض تقعد؟ بالنص بين الكوندايل والكلينويد فوسا. اذا الديسك كان مقرب لقدام صار في عندي انتيريور ديسبليسمنت. طيب بعض الحالات مثل هيدي الحاله اللي هون، لاحظوا انتبهوا شوي، الديسك والكوندايل سوا هون؟ لا، شوفوا انتبهوا شوي. هيدا اكيد شيء ابنورمال. الديسك والكوندايل سوا؟ لا، هيدا الديسك هون البربل وهيدا الكوندايل. بس لما بيفتح المريض شو بيعمل الديسك والكوندايل؟ بيجوا مع بعض. شو بيصير في عندي كمان؟ بوب بطق المفصل. اوكي هيدا البوب ديورينج اوبننج. طيب ولما بيرجع لورا كمان شو حيعمل؟ بوب. ليش؟ لان بطل الكوندايل والديسك سوا. بسمعوا هيدا الطقه اوكي، هيدا اسمها with reduction. لما الكوندايل بيرجع بيعمل كونتاكت لفتره وجيزه مع الديسك اسمها with reduction. لما ما بيعمل كونتاكت مثل هيديك اسمها without reduction. اوكي اكيد ايها اخطر without reduction. في كثير عالم عندهم طقات بالكوندايل اتس اوكي، بتقول له كفي حياتك عادي ما في عاجة. ان هي اذا كل واحد عنده طاقة بتعالجه لا، هيدا سبب بدك تعيش معه، مش كل واحد عنده كليك بتعالجه. اذا انت بتعالج شو اهم شيء لتعالج اذا في تي ام دي؟ شو هو؟ بين. اذا في بين دغري بدي نعالج، ما في بين يعني هيدا بدك ترضى. اوكي طيب خلصنا المالي الكوكلوزر كونديشنز وحكينا عن هوليكا، رح نكفي هلا هو الى حد ما بسرعه. شو ممكن يعمل لك من المبدا صار اهي المحاضره صارت اهي. بيقول لك هلا شو كمان ممكن يعمل تي ان دي بروبلمز؟ تروما. واحد اكل ضربه على الماندبل تاعته حيعمل تروما، هذا بسموه ميجر تروما. كان عمل حادث سير، عليه مشكل مع حدا ضرب له بوكس على المفصل، هذا بسموه ميجر تروما. تروما طيب في شيء اسمه مايكرو تروما. طيب المايكرو تروما هيدا كيف بيصير؟ بيقول لك هون، بيقول لك اذا انا في عندي اورثوبيديك انستابيليتي، يعني السنان عندي بروبر اوكلوجن بس الجوينت مش قد بروبر بوزيشن، مع الوقت شو رح يصير؟ شوي صغيره، شوي 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 تروما تروما، اخر شيء بتصير تروما كبيره. اوكي هيدي بسموها مايكرو تروما هون. اوكي بيقول لك وير باي سمول بات ريبيتد تروماس، يعني المايكرو تروما سمول بات متكرر كان اوكي تو ذا جوينت. مثل بيقول لك هيدا القشه التي قسمت ظهر البعير، سامعينها؟ مش هي قشه بس لان في عندك مشاكل مشاكل مشاكل، اخر شيء صار في عندك تروما كبيره. طيب ايموشنال ستريس هيدا اهم سبب المشاكل العاطفيه والعقليه. واحد موتر طول الوقت عايش بالستريس، هيدا بتتوقع شو يكون دائما عنده تي ام ديز. هيدا اكبر سبب للتي ام دي بروبلمز. شو هو ايموشنال ستريس؟ بيقول لك في كثير ايفيدنس انه الايموشنال ستريس الزايد ممكن يسبب تي ام دي. بيقول لك اذا هذا الستريس كان لفترات طويله رح ياثر على المسلز اوف ماستيكيشن. طبيعه الحال لما المسلز اوف ماستيكيشن بضلوا شغالين مع الوقت شو حيعملوا؟ فتيك وتايتنس، رح يبطل فيه يحركهم وبين. اوكي بيقول لك هول
الستريس الزايد ممكن ياثر على مين؟ اوتونوميك نيرفس سيستم. هيدي هي المسؤوله عن التافو سيمباثيك والباراسيمباثيك، هول الانفولنتري. مين اللي حياثر على السيمباثيك؟ بنقول لك الفايت اور فلايت، سامعينا؟ فبضلهم المسلز لا اراديا شو عاملين؟ كونتراكشن. اذا واحد هيك دائما متوتر عضلاته شو بتضلها؟ متشنجه، بيعطوا له مسل ريلاكسنس، بيعطوا ادويه يهدوه، اوكي؟ فهيدا اذا كان دائما تحت ستريس لانه حيضلوا هول المسلز تعبانين. بقول لك وان ذس اوكيرز، هذا الستريس الزايد، ذا سنترال نيرفس سيستم كان بلاي ان اكتيف رول ان مينتينج ذا بين كونديشنز. ساعتها السنترال نيرفس سيستم هي بتكون سبب بهيدا البين، نتيجه انه عم تبعت للمسلز يتشنجوا، ميكينج مانجمنت مور ديفيكلت، اوكي؟ بتصير مانجمنت تاعته افضل اصعب. ليش؟ لان مين دخل فيها؟ نيرفز، سنترال نيرف كان قبل المشكله عضليه. لما هيدي استمرت شو صارت المشكله؟ بطلت عضليه، صارت مشكله بالاعصاب، اوكي؟ البارا فانكشنال اكتيفيتي اكيد، الكلانشنج. شو الفرق بين البروكسيزم والكلانشنج؟ البروكسيزم هيك ريبيتد كونتاكت، الكلانشنج بشد، اوكي؟ شد وحده طويله، شو عم بتلاقوا بشد على اسنان بقوه، بياخد وقت. البروكسينج هيك ريبيتد ماجرز، يعني البروكسينج شوفوا شوي، بيفتح وبيسكر، بيفتح بيسكر، بيفتح بيسكر، بيفتح بيسكر، متواصل ريبيتد. الكلانشينج لا، بيسكر بقوة، بيستعمل عضلات المسلز، بيعمل هافي بايتينج. هذا اكيد بيصير على التوتر، يعني اوقات منهم مثلا بيعضوا صابيهم، في منهم لما بيعصبوا بجيبوا قلم بيعضوا عليه، اوكي؟ فهذا كمان كله عم يعمل هافي لودينج، هول هذا كله بسموه بارافانكشنال اكتيفيتي. هذا اكيد ممكن كمان ياثر بالتي ام دي. بيقول لك بيشنتس ريبورت ذات ذي ويك اب، هذا سؤال حلو. اجاك بالامتحان قال لك واحد لما بفيق من النوم دائما بحس وجع، معناتها هيدا شو عم يعمل عاده بالعضله؟ اكيد وجع هون بالمسلز، بروكسيزم او كلانشينج. طيب اذا بيقول لك انا بالليل ما عم حس وجع بس خلال اليوم، يعني لا، في عالم بيعملوا بروكسيزم بالليل، في عالم بيعملوا بالنهار بروكسيزم، يعني بيكون مثلا بالشغل موتر بصير يحط بيعمل هيك، بتلاقيه باخر اليوم المسلز موجوعين. في عالم بالعكس، في عالم بيفرغوا العصبية تاعتهم بالليل، هن نايمين، فبيفيقوا الصبح موجوعين. في أشخاص لا، خلال النهار بيكونوا موترين، المسلز متشنجين، بيجي على آخر النهار المسلز تعبان، لما بفيق من النوم بيكون عادي، أوكي؟ فحسب أنت الإيفنتس عم بتصير. بيقول لك patients who report that they wake up in the morning with painful muscle are certain likely to be experiencing sleep related bruxism. بيقول لك إنه الأشخاص اللي بيفيقوا من الليل موجوعين هولي حيكون عندهم sleep related bruxism. بيقول لك however there are other patients في مرضى تانين report no pain upon awakening، ما بيحسوا بpain لما بفيقوا من النوم، but instead their pain is in the late afternoons or evenings، بعد العمل. طيب مين أكثر أشخاص بالعالم عندهم علميا؟ مين أكثر أشخاص بالعالم عندهم توتر تي ان دي بروبلمز؟ طلاب، مين من كوليدج ستودنتس، كلية طب الأسنان كمان إذا بدكم يعني. لا هذه أنا كلية طب الأسنان يعني أكيد في كليات غيرها، بس أنا معروف ال شو اسمه. طيب مين أكثر الإناث ولا الذكور؟ إناث أكثر تقريباً بمرتين تقريباً. التي ان ديز بالإناث أكثر من بيقولوا إلها علاقة بالأستروجين، إلها علاقة، في ستاديز بيقولوا إلها علاقة بالأستروجين، لأنه عندهم أكثر أستروجين فممكن يتأثروا أكثر. فإذا بيقول لك these individuals may be experiencing daytime clenching، بيقول لك هول الأشخاص اللي بيحسوا وجع بالليل daytime clenching، or they may have a complete dysphagical basis for their، أو كمان مش ضروري يكون في عندهم clenching، مثل ما قلنا في عندنا عدة مشاكل ممكن تسبب تي ان دي بروبلمز، ممكن يكون مثلا في عندهم joint degeneration، joint خربان، أوكي؟ لسبب من الأسباب، ممكن يكون في عندهم neural problem، اوكي؟ مش ضروري كله كلانشينج، بده يعمل دايجنوسيس، يعني مثل ما قلت لكم دايجنوسيس صعب بالتي ام ديز. بقول لك اتس فيري امبورتنت تو ريمبر ذا فاكت ذات مور ذان وان اوف ذا ابوف منشن فاكتورز مي بي امبورتنت. بقول لك اوقات كمان عده عوامل تشترك مع بعضها، مش انه عامل واحد، كل هول حكينا فوق ممكن كلهم يشتركوا. Which is often the case، هي على الاغلب هيدا.
مجموعه عوامل بتنصب سوا. بقول لك فيرذر مور وي نيد تو ريكوجنايز ذا فاكت ذات اول انديفيدجوالز ار ديفرنت. هات انتبهوا عليها. قدره التحمل عند الاشخاص تختلف. في اشخاص ممكن هيدا مثلا الجوينت انستابيليتي ياخذ وقت اكثر حتى ياثر عليهم من اشخاص ثانيين. اوكي فهيدي حسب الجينز يعني حسب بسموها جينيتك ميك اب. بقول لك their capacity to adapt قدرتهم على التأقلم عن بعض الأشخاص بتكون أقل من أشخاص آخرين. بقول لك many people كثير أشخاص بيكون في عائمة بيكون ما عندهم perfect occlusion لا لازم perfect occlusion have received some trauma كمان أخذوا تروما عندهم emotional stress وعندهم parafunction and yet شو they do not develop TMD. هيدا عنده قدرة تحمل أكثر. اوكي يعني في اشخاص قال لك اذا قلت لك بالامتحان شخص ما عنده بيرفكت اوكلوجن واخذ تروما وعنده مشاكل عاطفيه وبيعمل بارافانكشن هل يا ترى 100% حيكون في عنده تي ام دي؟ لا مش ضروري. عنده قدره تحمل قويه. اوكي عنده قدره تحمل قويه. بيقول لك this is likely due to their capacity for adaptability. عنده قدره مثل ما قلنا على التاقلم وجسد امبورتنت كلينيكال كونسيدريشن وهي اكيد بيقول لك كثير مهم كلينيكال كونسيدريشن اعتبار اكلينيكي مهم جدا. Since it helps us understand the great variability of the patient responses. في اختلافات جدا بالبيشنت. في اشخاص مثلا شويه بارافانكشن بيعمل له بين. في اشخاص بيكون كله خربان وحياته ماشيه عادي. اوكي طيب دي ام دي فروم اورثوديك برسبكتيف مثل ما قلنا هيدا حكيناها بالاورثو تريتمنت منه كوز لتي ام دي ومنه علاج لتي ام دي. اوكي بيقول لك السؤال اللي مفروض ينسال كيف ممكن التقويم الاورثونتك ثيرابي العلاج التقويمي يخفف من الريسكس من مخاطر نشوب تي ام دي. طيب بالمنطق انا بالاورثو اذا لعند المريض مفروض خلصه بيرفكت اوكلوجن هذا اللي تحت ايدي. انا اذا عملت بيرفكت اوكلوجن رح امنع التي ام دي؟ لا رح امنع خطر ازدياد ريسك التي ام دي. التي ام دي اوكي هذا رفيق يعمله بالاورثو ما بمنع تي ام دي. هذا الاوكلوجن البارت اللي له عليها بالتي ام دي بقدر انا اسوي بس في مشاكل ثانيه ممكن تجي بعدين. طيب بيقول لك روتين افكت الاوكلوجن مينلي. بيقول لك سينس اوكلوزال فاكتورز ماي بي ا بوتنشال سورس فور تي ام دي اللي حكيته انا قلته روح هو ذاته بدنا نكسب وقت مثل ما قلت اذا اخذت 100% جود اوكلوجن مش معناته ما حتعمل تي ام دي بروبلم بعدين بيكوز ذير ار اذر ايتيولوجيز في اسباب ثانيه للتي ام دي غير الاوكلوجن. بيقول لك هون انه لان الاوكلوجن هو عامل من عوامل التي ام دي والمريض جاي لعندك يعمل اورثو فانت والاورثو مفروض يعيش العمر كله يعني على اساس يعني انه وقت كثير في كثير ريلابس صدر يعني انه مفروض يعيش فانت لازم دائما شو تهدف تخلص المريض بأيدي الأوكلوجن لأن اللايف تايم خلال حياته رح يضل بهالأوكلوجن فحاول تعمل له الأوكلوجن تاعه بروبر حتى تعمل شو مينيمايز. إذا كتبت لك إليمينيت بالامتحان صح؟ لا مينيمايز إذا أنت الريسك فاكتور مش إليمينيت. إليمينيت عم بلغي نهائيا. انتبهوا على التعابير يعني. طيب بيشنت إيفالويشن فور تي إم دي كيف بعمل تشخيص للتي ام دي؟ خدوا حضور رح ارجع اقرا يلا خدوا حضور رح ارجع اقرا مالي بيه وايه ما بعرف يلا خدوا رح ارجع اقرا ما تزعلوا مالي هتزعلوا خلينا نعطي المحاضره. بقول لك بيكوز تي ام دي سيمبتومز ار كومون لان التي ام دي سيمبتومز كومون It is recommended that every orthodontic patient be screened. بيقول لك انه لان منتشره كثير التي ام ديز كل مريض تقويم بيجي لعندك المفروض تتاكد انه التي ام جي تاعه من الهيلث تاع التي ام جي سواء هذا التي ام جي سليم مش سليم شو الوضع عنده يعني. بيقول لك regardless of the apparent need or lack of the whatever. بيقول لك لانه الاورثو اكيد رح يغير الاوكلوجن للمريض فانت لازم تعرف قبل ما تبلش للمريض اذا في عنده تي ام دي بروبلم ولا لا.
بتعرف شو وضع المريض التي ام دي تاعه بطبيعة الحال؟ هيدا ممكن تعمل موديفيكيشن للتريتمنت. يعني مثلا هل يا ترى تعال اعطي مثلا بيشنت عم يعمل كليكينج، هيدا كونترا انديكيتد للاورثو؟ لا مش كونترا انديكيتد، في عنده مشكله بس ما في بين. واحد عنده بين بالتي ام جي، هيدا بعمل له اورثو؟ لا بعالج له البين، وقف البين، ممكن اعمل له اورثو. اوكي، فاذا انا الحاله بدي اقيمها مثل ما قلت لكم الكليكينج يعني مشكله، بس اذا ما في بين اتس اوكي يعيش معه. اذا في اهم شيء بالبين بالتي ام دي هو شغلتين، البين والليمتد مانديبلر موفمنت. اذا واحد عنده بين او ليمتد مانديبلر موفمنت الى حد ما، كمان هلا الليمتد مانديبلر موفمنت مش 100% كونترا انديكيشن للاورثو، ريلاتيف، لان في كمان ليمتد ماوث اوبننج. طيب الماوث اوبننج انتم كيف بعرفها؟ استعمل اي هون ثلاث اصابع السبابه الوسطى واللي حدهم. اوكي، هو اذا المفروض البيشنت يفتح تمه، المفروض شو يقدر يفوتهم بتمه؟ هذا انه بالعموم. هلا عاده بيقول لك هي الماوث اوبننج بين الانسايزرز حوالي 55 ملم الافرج تاعها. هلا عند عاده الاطفال محدوده 40 شيء هيك يعني. فاذا لقيت مثلا بيشنت ادل بيفتح مثلا شيء 40 ملم، هذا هون في عندك معناتها مشكله ماوث اوبننج. اوكي، مثل ما قلت لكم بدنا 100% كونترا انديكيشن للاورثو، بس بدي اخذها انتو كونسيدريشن. اذا كان اكيد الماوث اوبننج كثير شنيع اكيد كونترا انديكيشن، معناتها في مشكله كبيره. طيب بقول لك فلازم اقف الكونديشن قبل ما اعالج. This information also helps develop the most appropriate treatment plan. كمان طيب سؤال، بيشنت في عنده شويه كليكينج لحتى نقول بالكوندايل، هيدا الفورسز اللي بدي احطها بالاورثو المفروض تكون اقل من الفورسز اللي من شخص ما عنده اياها، لان بدي راعي انه هو في عنده مشكله بالجوين، فكمان بعمل موديفيكيشن على التريتمنت بلان. بقول لك nothing، ما في شيء اكثر disheartening. يعني disheartening heart يعني قلب، disheartening يعني بيكسر القلب. بقول لك ما في شيء بيكسر القلب اكثر لحكيم التقويم انه خلال بنص الاورثو تريتمنت، خلال عمليه العلاج، البيشنت شو يبين عنده؟ بري اكزيستنج تي ام دي بروبلم. مفروض الحكيم التقويم قبل ما يبلش علاج يتاكد انه ما عنده هيدا تي ام دي بروبلم، مش يتفاجئ فيه بعدين نص العلاج. ممكن ليش؟ شو السبب؟ يمكن يقول لك المريض انت عملت لي تي ام دي بروبلم، بصير مشكله. بيقول اقعد انه هيدا، على فكره هيدي صارت بامريكا بالحدود يمكن 88 89 مريضه رفعت دواء على حكيم تقويم، يعني هيدي رفعت دواء عليه قبل التريتمنت ما كان في عندها تي ام دي، خلال التريتمنت وبعد التريتمنت صار عندها تي ام دي، حطت المسؤوليه على حكيم التقويم ودفع مبلغ مالي مهول فوق ال 100000 دولار يمكن، حسب ما ذكرت مبلغ كبير يعني تعويض لها. هيدي الحادثه اللي صارت، دفعت جمعيه التقويم الامريكيه تعمل تاسك فورس يعني وحده لحتى تحقق لها الموضوع، هل يا ترى الاورثو بيعمل تي ام دي ولا لا؟ يعني ضلوا اربع خمس سنين بعدين طلعوا شو اسمه الخلاص تاعتهم، قالت انه الاورثو بيعمل تي ام دي يعني. فانه هيدي المشكله اللي حاطينها هون بتصير كثير، ممكن اللي يكون في لانه الحكيم التقويم ما عرف يعمل دايجنوستس مظبوط، بعدين بين هيدا خلال عمليه التريتمنت التي ام دي بروبلم. طيب تي ام دي سكرين هيستوري، شوف الاسئله اللي بدك تسالها. بيقول لك بتكون هي عاده سيفرال كويشنز، عده اسئله that will help alert the orthodontist to any TND symptoms. مثلا شو مثلا اجاك المريض قال لك انا لما بفيق من النوم كل يوم، لما بفيق من النوم بحس وجع بالمسلز، شو عنده هيدا؟ بروكسسم على الاخر. اوكي، بيقول لك مثلا قال لك انت مثلا فتحت تمه للمريض لقيت وير فاسيتس من ورا البروكسيزم. ما هي ليكو البروكسيزم اول شيء بتعمل شو؟ مسل بين. بعد فتره شو بتعمل؟ وير فاسيتس، بصير في اتريشن بمين؟ بالسنان. اذا فتحت تمه المريض لقيت هيك
وعم بيقول للمريض بالليل عم يعمل هيك والمسلز شو اسمه والمسلز عم يوجعوه. في واحد نايم حده قال لك انا بالليل عم بسمع عم بصر اسنانه بالليل. خلص صار في عندي الى حد ما دايكنوستس. طيب بيقول لك هو الاسئله فيك تسالهم شخصيا للمريض باي ذا كلينيشن او فيك تعملهم بكويستيونير. هلا يفضل هيك شغلات الحكيم يسال المريض. اوقات المريض ما بيفهم شو كاتب له يعني انت بدك تشدد عليه. اوقات اثنين يعني ممكن الطريقه الامثل تعطيك كويستيونير يقراها الحكيم بعدين يرجع هيدي الاسئله يساله اياها حتى يتاكد انه البيشنت فهمان. اكيد هيدي المفروض عم لك هالاسئله بتنعمل قبل التريتمنت بلان تاعتك. بقول لك هول الاسئله بينسالوا. اول سؤال مثلا بقول لك اخر 30 يوم how long did any pain last in your jaw or temple area or on either side. عم بقول لك خلال 30 يوم قديش الوقت هو هذا المريض معه تي ام دي. سالته انت الوجع اللي بالجو او بالتمبل. هيدي التمبل اللي هون بالتمبل شو في هون تمبوراليس. اوكي هيدي اللي هون التمبل. بيقول لك الوجع خلال اخر 30 يوم قد ايه استمر. هل يا ترى هذا الوجع مستمر طول الوقت ولا بيروح وبيجي؟ اي اسوأ؟ شو لكم مستمر ليش؟ شو سبب معناتها؟ شو في معناتها؟ معناتها في احتمال كبير يكون في عندي التهاب. بينما الوجع اللي بيروح معظم الاوجاع بالتي ام جي شو هي؟ بيروح وبيرجع. اذا بيروح وبيرجع معناتها شغله ستريس، شغله شيء هيك بتقول له خفف ستريس تعطيه سبلنت. بس اذا طول الوقت معناتها هذا صار في شو التهاب، صارت المشكله اكبر. اذا قال لك انا ما عندي بين، اذا قال لك ما عندي بين 100% ما عنده تي ام دي، شو قولكم؟ شو؟ مو شرط، ممكن يكون في عنده شو كليكينج. بس هيدا ما بعالجه، مش انه سمعت كليك يلا روح عالجه. عنده كليك بس في عنده مشكلة، بس هيدا ممكن الكليك بعدين يتطور لشو؟ لبين. اوكي؟ طيب، ممكن ما يصير شيء. طيب، السؤال الثاني بيقول لك اخر 30 يوم Have you had pain or stiffness in your jaw on awakening؟ لما فات من النوم حسيت عندك متشنج المانديبل تاعك. اذا 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 اذا, إذا قال لك ايه شو معناتها عنده شو بروكسيزم. اذا قال لك لا معناتها ما عنده بروكسيزم بالليل. طيب بيقول لك اخر 30 يوم did the following activities change any pain. بيقول لك انه خلال اخر 30 يوم هول الاكتيفيتيز رح نحكي عنهم هلا الافعال عملوا لك بين بالجو او بالتمبل اير. مثلا انت عم تعض هارد فود، هل يا ترى توجعت ولا لا؟ انه مثلا عم يعمل تشوينج، اذا خلال عمليه تشوينج او عم يعمل اكل قاسي عم ياكله توجع، معناتها المصر شو بهم صور تعبانين. طيب عم بيقول لك في وجع انت وعم تحكي اوقات التي ام دي في وجع خلال عمليه الحكي opening your mouth or moving your jaw forward. تمام بدي اساله عندك الجو هابتس such as holding teeth. يعني مثلا انت بتعمل هيك خلال النهار مثلا كانشينج، عندك جرايندينج بتعض، بتعلك عليك كثير تشوينج جام. اذا مثلا لك انا مثلا باليوم بعلك لي شي 10 ساعات المشكله من شو معناتها؟ من ورا العلكه. اذا واحد بضل كل شوي يعلك شو حيصير بالمسلز هون؟ حيصيروا اوفر اكتيفيتد. معناتها هيدي المشكلة عرفت تشخصها شو هي؟ ديسك. ممكن مع الوقت حيصير في اورثوبيديك انستابيت كل شوي المسلز انضربوا، حينضرب من بعدهم مين ديسك. طيب بتقول له خلال عملية الحكي او عملية اليونينج التثاقب في مشاكل. هلا اوقات بتقلكم شو بصير عملية التثاقب اوقات شو ممكن يصير غلط؟ خلال عملية التثاقب شو ممكن يصير؟ فتح تمه المريض حيصير في عنده تي ام جي انتيريور ديسك ديسبيسمنت ويزاوت ريدكشن. عم يفتح تمه شو عم يعمل على الاخر؟ عم يعمل ترانسليشن. اوقات اذا في عنده مشاكل بالتي ام جي وعم يعمل فتح تمه كبير هو عم يتاوب بصير في عنده هون
ببطل يقدر يطلع يعني، هيطلع محل هيوقف، بده حدا يشو يرجع له الفك تاعه. اوكي عندك عم بيقول لك مليونينج، بيقول لك اذا البيشنت هون، هذا اللي عم بيقول لك اياه هون، اذا انت مثلا سالته هالثلاث اسئله وكان دائما فيها السؤال يس، معناتها هيدا شو بدك تعمل؟ بدك تعمل، بدك اشياء جديده حتى تتاكد انه عندي يعني، ممكن تعمل مثلا صوره شعاعيه، ممكن تعمل تشك للمسلز الى اخره. دي ام دي سكرين اكزامينيشن. طيب رح بلش خلص بسرعه هلا تنلحق المحاضره. بيقول لك حتى تعمل اول شيء كمان تي ام دي سكرين، اول شيء شو بتتاكد فيشل سيمتري. اوقات في ميلي عند التي ام دي بيشنتس، مثلا اذا مصر اشتغل اكثر، صرنا المصر المسيتر عم تشتغل على اليمين اكثر على الشمال، هيدا رح الاقي هيدا سايد اكبر، رح اشوف فيشل اي سيمتري. كيف بعمل فيشل اي سيمتري؟ فيجوال انسبكشن، مش بالبالبيشن، بيجيك بالامتحان بتعمل سيمتري بالبالبيشن، فيجوال انسبكشن. البالبيشن شو بتعمل؟ بتدس تسطع. بالبالبيشن شو بتشوف؟ تندرنس او بين. انتبهوا، مش بالبالبيشن فيشل اسيمتري، هذيك فيجوال، او اذا بدك بتصوره صوره بتحطه على الكمبيوتر بتعمل عليه يسات وات ايفر. بقول لك سكريننج اكيد شود انكلود كمان بالبيشن اوف ذا فيشل ماسلز اند تي ام جيز از ويل از اذر ريشن اوف جو موفمنت. بدك تقول له المريض يفتح تمه، بتشوف هل يا ترى بيقدر يفتح ثلاث اصابع ولا مش ثلاث اصابع، بتقول له يقرب المندب اللي قدام، قادر يقربه ولا لا، ياخده على السايد، قادر ولا مش قادر. عادة البروتروسيف موفمنت حوالي 8 ملي، اللاترال كمان حوالي 7 8 9 ملي، شيء هيك يعني، هول اللاترال موفمنت وات ايفر. بيقول لك في كثير ماسلز مفروض تعمل لها بالبيشنز او سفر امبورتنت ماسلز، منهم اكيد تمبوراليس، ماسيتر، تعملهم بالبيشن باي لاترالي. طيب كيف تعمل بالبيشن؟ هيدا بسموه، هيدا البارت من الايد بسموه البالمر. هيدا اللي هون مش البالمر، هيدا اللي انا مأشر عليه هون، هيدا مش البالمر. الميل الثاني من الايد هي البالمر، مش هيدا اللي هون، هيدا هو البالمر اسمه. فاكيد بدك تعمل بالبيشن بالبالمر سيرفس اوف. هلا هي تكنيك، بقول لك بتبلش اول شيء بالميدل فينجر، بالاصبع هيدا الوسطاني، وفي حدك الاندكس فينجر، الاصبع الاشاره والاصبع الرينج، الاصبع اللي تحط فيه الخاتم، بيكونوا كمان حاولوا بيعملوا يعني مين البالبيشن الاساسي بالمين؟ بالميدل فينجر، لانه ليش؟ اطول شيء. اوكي؟ اللي حده تعمل كمان تخصص، بس مين اللي عم تعمل تاتش بمين؟ بالميدل فينجر. وذا اندكس اند رينج فينجر تستنج ادجيسنت ارياز اللي حوله. بقول لك بتشوف قديش في عنده، اوقات مثلا واحد تعمل له بالبيشن ما بيحس شيء، واحد بقول لك ما عادش تعمل لي، وقف دغري. بتعرف انه هذا مشكله كبيره يعني، بقول لك بليز ما عادش تصدعني. بقول لك بين اور تندرس اوف ذا تي ام جي ديترمن كمان، مش بس للمصري، بدك تعمل لمين؟ لهيدا للتي ام جي. بدك تشوف اذا في عندك، رح تختصر هون شوي، بدك تشوف اذا في عندك كليكنج او كراكتس. شو الفرق بين الكليكنج والكراكتس؟ كراكتس تعالكم شو هو الكراكتس. غالة بالكرابيتس بيكون في عندك بون ديجنريشن، بيكون الديسك ممكن رايح وصار في عندك بون تو بون كونتاكت، فالصوت بيجي كانه صخرتين عم تحكون ببعضهم، هيدا الصوت صخرتين، هيدا مال كليك. اوكي الفرق بين هذا بسموه بالكرابيتس. بيقول لك في عنده جرافل لايك، حكي عنها، بيقول لك ايه الكرابيتيشن، والكرابيتيشن طبيعة الحال اخطر من مين؟ اخطر من الكليكينج. بيقول لك جرافل لايك، جرافل هو حصى، بيقول لك انه عم تحط اثنين حصى عم تحفهم ببعضهم بيعطيك هالصوت. جريتنج مثل ما قال لك الجريتنج، احتكاك الحجر، ان كومبليكيتد معقد. بيقول لك ركز عليها، كرابيتيشن از موست كومبليكيتد وذ شو؟ اوستيو ارثراتيك تشينجز، في عندي المفصل ملتهب. اوكي المفصل في التهاب بالمفصل، في تاكل بالمفصل، المفصل عم يتاكل. واكيد بيقول لك هون لما بدك تعمل بالبيشن حتعمل على الميلتين مش على ميله وحده، واكيد بدك تعمل ستاتيك بوزيشن، هو البيشن مسكر وبالدايناميك هو فاتح تمه. اوكي عم بختصر هون،
بتشوف اذا في عنده كليكس او كابيتيشن وات ايفر. رون هو طيب بيقول لك البيشنتس وذ بي ام بي ساينز اند سيمبتومز ماي بي سين. بيقول لك انه الاشخاص اللي عندهم تي ام دي ساينز اند سيمبتومز فيك تشوفهم بثلاث مراحل. عم يحكي اكيد على التقويم. في مرضى عندهم هو ساينز اند سيمبتومز قبل ما يبلشوا تقويم. في مرضى ببينوا ايمتى خلال عملية التقويم. في عالم ببينوا ايمتى بعد التقويم. بيقول لك ما المفروض الارثودونتست يعرف يتعامل مع هول الحالات. بيقول لك هيدي التيبل 1 رح تقول لك سامري رح نقراها بسرعة تيبل 1 نكون خلصنا المحاضرة. بيقول لك إذا patient has signs and symptoms of TMD. إذا patient عنده يعني قبل العلاج at the time of presentation هذا اللي هون قبل العلاج. ايش عم بيقول لك هون؟ عم بيقول لك اذا اجى مريض عنده ساينز اند سيمبتومز اوف تي ام دي بدك تقول له انت انه هيدا علاج التقويم ما بيحل لك التي ام دي. بدك تكون صادق معه تقول له انه ما بعمل لك اورثو بنحل التي ام دي. لا مش حينحل لحاله بالاورثو. بيقول لك كارنت تي ام دي ساينز اند سيمبتومز شود بي نوتد. الكليكينج كرابيتس اللي عنده اياه بحط له اياه. عند فول تي ام دي هيستوري عند كليكينج اكزامينشن بيقول لك بتشوف المندل قد ايه بيفتح البين غير البين الى اخره اللي حكيناهم بالمحاضره. بيقول لك اذا TMD if existing TMD is acute and severe شو بتعمل بالأورثو تريتمنت تركز عليها should be postponed بتأجلها لأيمتى لحديت ما هيدا الكيس شو يصير فيها ريزولف تنحل أو ستابيلايز أو تثبت على محلها ما تزيد. أوكي مثلا مريض عنده pain and clicking إجا لعندي عنده pain and clicking قدرت أعالج البين وبعده الكليكينج بقدر أرجع أعمل له أورثو مثلا. أوكي طيب during treatment اذا صارت معي خلال عمليه العلاج بقول لك بدي اوضح للمريض واشرح له الساينز والسيمبتومز اللي عم بيقولها. بدي ريأشور ان اذا ذا بيشنت ذا تي ام دي اوكي بدي اقول له للمريض اكد له انه مش بالضروره انه التي ام دي مثلا قبل التريتمنت ما كان عنده كليكينج صار بالتريتمنت صار في عنده كليكينج. بدي اقول له انه مش ضروره هيدا الكليكينج يصير بين بالمستقبل ممكن هيك وممكن هيك. بدي احكي له يعني بقول له كمان ما تنسوا انه مثل ما قلنا تي ام دي مينلي شو بيعمل البين بيروح وبيرجع فلازم نخبره هالشيء انه ممكن تحسن مع الوقت. بيقول لك اذا كان في وجع قوي اكتف اورثو تريتمنت شو لازم اعمل فيه شو بي ديسكونتينيو بوقفه. And TMD signs and symptoms should be minus by other orthodontist or an expert. يعني بوقف الاورثو تريتمنت اذا في وجع وبعالج الساينز اند سيمبتومز اوف تي ام دي يا الاورثودونتست اذا 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 بيعرف التي ام دي او بحوله عند اكسبرت بالتي ام دي. طيب لما الساينز اند سيمبتومز هولي خفوا الفيتد اور كنترول او صاروا تحت السيطره برجع بعمل اكتف اورثودونتك تريتمنت. بس اكيد شو بدي اعمل موديفيكيشن اوف تريتمنت يعني ماني بدي خفف فورسز بخفف فورس تاعه الهدير بخفف الاستكس الخ وافتر تريتمنت بيقول لك ذا بيشنت شود بي مونيتورد فور ساينز اند سيمبتومز ثري اوتر تنشن بيريد انه بعد ما يخلص المريض الاورثو خلال عمليه انتو ما فعم بيقول لك كمان خلال فتره الريتنشن لازم كمان تتابع المريض. هلا ما فتره الريتنشن يعني اذا شفت المريض منيح ما شفته يكون الله يسر لك. يقول لك if symptoms arise كمان اذا بعد التريتمنت في symptoms appropriate management should be provided ترجع بتعالجه.